أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أن لوزارة الأوقاف دورا أصيلا ومحوريا في الحملة القومية للمحافظة على المياه والموارد المائية، والتي ستطلقها وزارة الري قريبا، والتي سوف يتم الترتيب لها من خلال اجتذاب عدد من الأصوات المؤثرة للحديث عن نعمة المياه وضرورة المحافظة عليها. وخلال لقائه مع وزير الري الدكتور هاني سويلم لبحث أوجه التعاون المشترك، أبدى وزير الأوقاف استعداده للمشاركة في هذه الحملة من خلال عدد من المحاضرات. ومن جانبه أشار وزير الري إلى أن الوزارة حريصة على التواصل مع الجهات المعنية كافة لدعم ملف في التوعية المائية، موضحا أن أئمة وعلماء الأوقاف عليهم دور بارز في توصيل المعلومات الخاصة بملف المياه للمواطنين باستخدام أفكار مبسطة تصل بسهولة لأذهان المستمعين في خطب يوم الجمعة والندوات والمناسبات الدينية المختلفة.